ماريان، انت عارفة طبعا ان يعني دلوقتي كتير من الشباب بقى عندهم تجاعيد. انا حابة ان انا يعني نعرف كل شاب وشابة او ماما بتاعت شاب وشابة ليه بقت في تجاعيد بتظهر في السن الصغير ده، وازاي نقدر ان احنا يعني يا نمنع ظهور التجاعيد دي بدري، او لو ظهرت طب الحقها ازاي قبل ما تبقى ديب. عندك حق يا راني، عارفة التجاعيد اللي كنا بنشوفها زمان في سن متأخر دلوقتي بقينا بنشوفها في سن بدري. يعني ممكن تبدأي تشوفي من العشرينات 111، ممكن تبدأي تشوفي تير ترف أو منطقة تجويف ما تحت العين، تشوفي نيزولابيال فولد. كل الحاجات دي كان زمان بتظهر متأخر، دلوقتي بقت بتظهر في سن بدري شوية. ليه بدأ بيظهر الموضوع ده؟ الفكرة طبعا البوليوشن اللي في الجو أو التلوث أو اللايف ستايل بتاعنا الغير صحي. أنا ما بشربش مية كتير، ده الكومنت اللي بسمعه. أنا ما بحبش أشرب مية يا دكتور. أنا ما بحبش أشرب مية. ده lack of hydration، يعني البشرة نفسها بتفقد الترطيب بتاعها، فبالتالي أي أشعة شمس، أي أتربة، أي تلوث، أي حاجة تأثر في البشرة وتكسر الكولاجين بدري. السان بلوك طبعا، النوم أو الاسترس بتاع حياتنا، التلوث، في حاجات وراثية برضو، في حاجات خارجة عن إرادتنا، يعني في عوامل وراثية أسر على طول بتعجز بدري. دي مجمل الحاجات. lack of hydration، الكولاجين بيبتدي يتكسر بدري، التوكسنز او البوليوشن او التلوث اللي في الجو، الاستريس واللايف ستايل بتاعنا، ما بناكلش اكل صحي، والفاست فودز والجانك فودز، كل الحاجات دي طبعا بتاثر على بشرتنا. وفي كمان عوامل وراثيه، في حاجات احنا بنتحكم فيها وفي حاجات خارجه عن ارادتنا. اوكي.